إذا مشاهدي شوف تيفي تحية طيبة لجميع المتابعين. كنحييكم من عاصمة الشرق بطبيعة الحال. إذا موضوعنا الليلي جينا نهضروا شوية على الفجعة للأسف لاكسيدون كراف اللي وقعت في مشات الضحية ديالها 20 شخص في خريبكة بالضبط كما تبعتوا اليوم. يعني مواقع التواصل الاجتماعي كلها مهتزة، كلشي كيهضر على هذه القضية هذه. هذه واحد الساعة كانت واحد المبادرة طيبة لعائلات ديال الضحايا، مواطنين داو لهم ماكلة، داو لهم الغطاء، داو لهم مجموعة تاع الأمور. إذا هذه كتبين على تلاحم والأخوة والتضامن اللي بين المغاربة بطبيعة الحال. هذا اللايف مهم جدا، نتمنى أنكم تشاركوه معنا مع الأصدقاء ديالكم، بارطاجيوه، ناقشوه مزيان، نعرفوا شنو هو الأسباب. بعد أول معلومة جاتني من شهود عيان اللي كانوا حاضرين تما أنهم الكار في الخط المتصل حاول يدوبلي مجموعة ديال السيارات. في هذه اللقطة هذه كان واحد المنعرج وهي تزلق به الحافلة، يعني ما كتعرفوا ولا ما غادي نقول لكم، الحافلة تبارك الله راه كبيرة، راه غير تحريكة خفيفة ولا هذه راه كما كنقولوا حنايا كتقدر تقلب في أي لحظة، وهذاك الشيء اللي وقع. النتيجة هي 20 ضحية اللي ماتت بلا عدد الجرحى، لأن الكار تبارك الله كما كتعرفوا راه كيهز واحد العدد كبير. كما قالت الأخت خارجة أربعاء أسود لساكنة خريبك بطبيعة الحال. الله يرحم الضحايا والله يصبر الناس اللي توفوا لهم الأحباب ديالهم الأعزاء ديالهم، والله يشافي الناس اللي باقيين في السبيطار. وكنظن أنه يجب إعادة النظر في قانون السير، وكذلك في هاد الناس هادو اللي بحال هذا هز معاه 60 بلاصة ولا 50 بلاصة وماشي دوبري. أنا أظن أنه حتى الراكبين خصهم ينتبهوا هذه القضيه، راه من حقك اخوتي اخويا ولا اختي الا شتموا الكار كيجري وكيدوبلي وهذه مشي تهضر معاه، الا ما التزمش في اول باراج تهبط وتبلغ الدرك الملكي ولا الامن، راك غادي تدي اجر. انا بعدا واحد العام كنت راكب مع واحد مول الكار شركه اكس، وكان كيجري هذاك الكار بواحد السرعه اللي ما تصوروهاش، وكنت راكب القدام. عيت نصبر نط عندو قلت له الشريف السلام عليكم تبارك الله عليك، قال لي نعم اسيدي، قلت له خويا راك كتجري بزاف، قلت له الله يجازيك بخير غادي تنقص، قلت له سينو غادي نعلم الجدارمي. هاكا جبتها له من الاخر، تنقص ولا غادي نعلم الجدارمي. قال لي واه الشريف هو سي توفيق، قال لك عدد الركاب 63، اذا 20 توفات والباقي يعني حاله خطيره بطبيعه الحال. ملي 20 توفات اخرى غتكون حاله خطيره، وتقدر في هاد اليومين اللي راه جايه يكونوا وفيات اخرين، مضاعفات تاع الجروح ولا مجموعه تاع الامور، لان الله يصبر العائلات ديالهم وصافي. اذا في هذيك اللحظه السيد قاد واحد العام واحد لافامي ديالي عاودنا وصل مع يعني كان راكب في واحد الكار عاوتاني وكيجري بزاف وكيدوب لي. هذاك السيد ديجا في الامن هضر معاه قال له الشريف الله يخليك خصك تنقص وما تجريش الله يرحم والديك، راه الناس هنايا وراه واش بغيتنا نموتوا واش بغيتنا. هذاك ما التزمش ما سوقش واصلا شارب، تخيلوا انتم معايا واحد سائق ديال شيفور ديال الكار طالع شارب، هذاك خسر عليه تليفون. اول براج وصلوا ريضوه شهدوا فيه الركاب كاملين، قالوا له واه السيد راه كيجري وهادي وشنو كان، راه السيد هضر معاه وراه كان غادي يتسطح هو وياه وهادي وهادي صافي. تما وقف الكار ديريكت لفوريان ودبروا لهم فاش يمشيو في كار اخر ورجع الناس فلوسهم. مهم وروينا واحد الاخ قال لك واحد الكومونتير اللي عجبني صراحه، قال لك واحد الاخ اللي قال اكسيدون صبر نشوف انايا شنو، لان تبارك الله كاين تعليقات بزاف.
قال لك شكون غيتحمل المسؤوليه من غير الناس اللي ضاعوا بدم مغدور عاطين لشاب 20 كي سكر على قدو زايد البلايص من الفوق؟ هذا الشيء راه هز المغرب والعالم في لحظه واحده. بارطاجيو معنا مباشر اخوان، بزاف تاع الناس اللي راهم متاثرين بهذه الحادثه وباغيين يشاركوا معنا الموضوع يعطونا الاراء ديالهم. خصهم يدخلوا الكار، خاصو يتقلب في الطريق اللي عنده اكثر من القياس ينزل عليه بلا خطيه. بطبيعه الحال هذه ملاحظه، كاين شركات اللي معروفه. مؤخرا كان عندنا واحد الاجتماع في الدار البيضاء ولاحظت هذه الملاحظه. كيطلعوا الناس عاوتاني بلايص زياده. ما فهمتش انا علاش هذوك بلايص زياده، والله ما فهمتش. الكار عامر ويزيدوا بلايص زياده. الحموله الزائده هذوك الناس شكون هما ما نعرف. وبعد المرات انا واحد الكار كنت فيه مطلعين افارقة. يلا انا كنظن زعما خص تكون واحد المراقبه مشدده. سائق من المسؤوليه وين حادث وسائق ثم شركه النقل ثم وزاره الجهاز. وزاره الجهاز خطيها اخويا. السائق ديال الاخر هو اللي يتحمل المسؤوليه. والشركه اللي عطات الواحد اللي عنده 20 سنه سوق الكار. الناس راه ما خلاو اوروبا، ما خلاو المغرب سائقين اللي فريمون مهنيين عندهم اكسبيريونس، كيمشي غير بشويه كما قال لك واحد السيد بيرمي بالرشوه. مجموعه تاع الامور يعني، مجموعه تاع الخبايا يعني. الناس راه قلبهم عامره، هما ملي كومونتير راه كنشوف بلي انه هذه الحادثه اطرات مجموعه عقبه شركات لا تراقب عملها. خص مراقبه، خص مراقبه. هو الاسبوع الماضي كانت حادثه اخرى قبل اكادير بين مراكش واكادير عاوتاني، وخصوصا انا دابا حدا السبيطار سخر بالبكاء والغوات بسبب واحد طايش. هذا هو المشكل يعني. راه الزملاء ديالنا كاينين تما حدا 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 لوبيطال، راه واقع روينه الناس البكاء والناس مصدومه مجموعه تاع الامور. انا لله وانا اليه راجعون. الله السائق ليس له اوراق ولا ضمانات، الله يهدي ما خلق. لحقاش الطريق زوينه، الطرقان ما كاينش في المغرب، ماشي حتى على الطرقان اخوتي. هو غير الطريق ما ماشي زوينه وانت تجري. اذا انا كنقول لكم انا السيد غير باش تفهموا الاخوان، انا نعاود لكم انايا. باش نقول لكم السيد بالكار ديالو دوبلان مجموعه ديال السيارات في الخط المتصل ونقلب في واحد الفيراج. باش تفهموا يعني السيد علامة التشوير. ها هو السيد قال واحد الهضره زوينه، قال لك الله يرحمه، تبقى من اسباب هذه الحادثه هي السرعه اولا ثم عدم احترام علامة التشوير الطرقيه اضافه على عدم صيانه الطرق الوطنيه في الاخير. لا يصبر، انا قلت لكم انا واخا ما كان الصيانه ديال الطرق الوطنيه ولكن الانسان راه الشيفور. انايا مثلا كان نكون صافي الطوموبيل كنختار الطريق زوينه ماشي زوينه، والطريق اللي ماشي زوينه كنمشي عليها بالمهل. عارف لي هذيك الطريق اللي ماشي زوينه، عارف لي هذيك الطريق فيها منعرجات، عارف لي هذيك الطريق كلها ممنوع الدوبلاج. نقدر نلقاها عامره نقدر. دابا كتشوف انت الخط متصل بحال هكا كيما راه في الطريق وبنادم كيدوبلي. راه بعض المرات انتايا تخيلوا انتايا جاي في هذا الطريق هكا وبنادم جاي اون فاس ليك. كي غادي دير؟ واش تهرب للجرف؟ واش تدخل فيه؟ واش هذا هو المشكل. اجي عندي السي خضر غادي تسمع مني اللي ما عمرك سمعتيه مني. شنو غادي نسمع اخويا؟ ياك لاباس بخير وسلام. جي عندك السي خضر اخويا ولا روح عندي انت. دابا راني مجيت جهه تاع التروكاديرو، اجي عندي تما. تلقينا بانقلاب زعما هادشي صعيب بزاف والله العظيم. انا زعما تألمت اليوم، كان فيا الالم ديال واحد الحادثه اللي وقعت في مدينه جراده البارح، الالم ديال وفاه ثلاثه تاع الشباب اللي ماتوا في ابار ديال الفحم الحجري، يعني كينقبوا على الفحم الحجري في اطار الاشتغال في تعاونيات بطبيعه الحال. كي مشيت للمكان ديال الابار والله العظيم الا انا قلبي وجعني. شوفوا المعاناه نتاع الناس باش تجيب القوت اليومي. حاسبير كيهبطوا على راسهم وكيهبطوا لتحت باش يحفروا غيره باش يجبدوا داك الشيء ديال
ديال الفحم الحجاري 80 متر 90 متر الناس كتريسكي. درنا واحد الروبورتاج خفيف غادي تشوفوه وتشوفوه تشوفوا البلاصه اللي خدامين فيها الناس. يا ريت زعما كان لقيت شي واحد يهبطني ولا حتى نهبط بالكاميرا لتحت ونصور لكم داكشي قسما بالله. فاجعه البارح في مدينه جراده، ثلاثه تاع الشباب جراده مقلوبه وداكشي. اليوم عاوتاني هذه الفاجعه هذه ما فهمناش. اودي ماشي تاع عيا، شوف الحملات التحسيسيه عياو، الناس ما واعياش، لا بنادم ما واعيش، بنادم مريض، هذا المعنى هذا، بنادم مريض ما فهمش، بنادم كيدي راسو للتهلوكه. انت عندك كارت قد السخط مدوبلي سرب ديال السيارات وفي منعرج عاد. نشوف الصور عليه غادي بطبيعه الحال كانوا السيارات كيتمشاو قبلي ب 80 مثلا ولا وراك غادي يدوبلي غادي يدوبلي 120. متخيل انت مدوبلي في فيراج 120 ولا 100 راه سي نورمال. لحد الساعه اختي اميره واصله 20-1 21 اللي توفات. نتمنوا الخير، دعوا لهم اخوتي بالرحمه، نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر. يهمونا التعليقات ديالكم، يهمونا الاراء ديالكم، ويهمونا يعني الراي ديالكم على هذه الحادثه وشنو النصائح اللي لان المسؤولين راه كيدخلوا كيشوفوا التعليقات ديالكم بطبيعه الحال، الرسائل ديالكم اللي تبغوا توجهوها للمسؤولين بطبيعه الحال. تحيه طيبه والله يصبرهم، وحنا حتى انا راني باقي متبع مع الزملاء ديالي. ونتمناو الخير ان شاء الله وبالشفاء للضحايا اللي مجروحين، ونتمناو انه ما يتوفاش شي واحد منهم عاوتاني، والله يرحم الناس اللي ماتوا. هادشي اللي كاين يعني.